تحتاج الكويت ديرته بالتأكيد مثل ما احنا السعودية ديرتنا. وأيضا رحب بولي العهد طارق نواف. نواف 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 الله يخليه الله يسلمك. طبعا لو يسمع يشوفه الكابتن الكبير محمد كرم ايه؟ هذا ميسي قاعد. اوه ما شاء الله. زين دخله نادي والله عشان الدراسة الحين السنة بعد سنتين يخلص إن شاء الله. أهم شيء الدراسة الحين مركزين عليه. بس والله يا كابتن أنت في السعودية تهتمون بالدراسة؟ ها؟ أنت في السعودية تهتمون بالدراسة؟ طبعا. إحنا شو نقول عليه؟ إحنا أنت على الأقل اللاعبين عندكم ياخذون 10 مليون 5 مليون ما شاء الله الله يزيدكم. لا أبو سعيد مهما إحنا 400 دينار وهم لا هادين الدراسة وجابلون لا الدراسة أهم شيء عندي بكل ها؟ إيش قايل نواف؟ مو نواف ها؟ ولده تقول؟ إي ولده إي إي يقول لك نسخة يعني ميسي. إن شاء الله خليفة ميسي. بس ترى نواف فيه عيب تفضل صراحة خلي هد التليفون ذبح. طلعنا نتعشى ماسك التليفون قعدنا بدون نطالع مباراة ماسك التليفون طلعنا بالسيارة ماسك التليفون طلع الجيل مذاكرة بالتليفون.